مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في سياق التصدي لكل الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يهدف مروجها إلى بث الهلع والخوف بين المواطنين لأهداف في أنفسهم، توصلت جريدة أخبارنا الإلكترونية بمنشور خطير يزعم مروجوه أن كل شخص تلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو كان مصابا بكورونا وتعافى منه يمنع عليه أخذ أي مخدر طبي البنج حتى لو كان هذا المخدر موضعيا كالذي يؤخذ عند طبيب الأسنان، لأن ذلك قد يشكل خطرا على صحته وقد يتسبب في وفاته. واستند مروج هذه الخرافات إلى رواية أثارت جدلا واسعا، وهو ما دفع الجريدة إلى الاتصال بعزد الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة. الأخير أكد أن ما جرى ذكره لا يعد أن يكون مجرد خبر كاذب لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي دراسة علمية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.